جميع اعضاء المجلس كنشكرهم واحد الشكر جزيل والله العظيم بالله من ميتي، ولكن بعض الاخوان اللي كيشوفوا راه مجلس ميتان سمعوا كنناقشوا، راه واخا كيوقع بيناتنا نقاش هو ذاك النقاش مصلحه المواطن فهمتيني، وحنا الحمد لله راه دوزنا واحد الولايه راكم كتعرفوها كيفاش ناس و... لا قبل ما يطلع انت اسمع والله العظيم تنقول قسمين سمعني ولايه قسمين، هذه الولايه كانت بالنسبة لي من أحسن الولايات، وراه كنشكر جميع الأعضاء بما فيهم حتى شي واحد ما كنديرو على التدخلات ديالو اللي كتكون صالح المواطن، وهذا النقاش كله كان لصالح المواطن، وإلا ديتوها فيها راقصنا جميع المسائل اللي كتهتم بالسكينة. فلذا غادي نطلب من السيدة الكاتبة تقرا البرقية والسلام عليكم. الديوان الملكي العام بالرضا، الموضوع بنقيت ولا وإخلاص. سلام تام وجود مولاي الإمام، مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس أعزكم الله، في الوقت الذي يختتم فيه مجلس الجمع العلمي عتيق أشغال دورته العادي لشهر أكتوبر 2020، تشرف رئيس المجلس الجمع العلمي عتيق أن يتقدم إلى جلالتكم بأسمى آيات الوفاء والإخلاص، الولاء والإخلاص، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس وسكان الجمع كافة، داعين لجلالتكم بالسعادة والتوفيق والصحة والعافية وطول العمر. حتى يتحقق على يديكم الكريمتين ما يصبو اليه شعبكم الوفي المتفاني في حبكم الرقائي وتقدم، سائلين الله عز وجل ان يحفظكم في ولي عهدكم الامير الجليل مولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم، وينصركم النصر المبين ويرعاكم ويسدد خطاكم ويحقق مسعاكم، وان يحفظكم في اخيكم صاحب السمو الملكي الامير، صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي رشيد وجميع افراد الاسره الملكيه الشريفه، انه سميع مجيب، والسلام على المقام العالي بالله تعالى وبركاته. امضاء خديم الاعتاب الشريفه رئيس مجلس الجمع العين عتيق العربي حليم.